AMDH, qui est le centre du mouvement du 20 février 2011. Les questions, c'est à propos de 2011. C'était quoi votre relation avec l'AMDH dans la période du mouvement 20 février en 2011? 2011, j'étais présidente de l'AMDH, donc j'étais présidente de 2007 à 2011, à 2013, pardon. Donc, au moment du mouvement, j'étais responsable de الامبياج ولا صافي ماشي غرور ولكن هي جمعيه زعما مختلفه شيئا ما على الجمعيات الاخرين لان تجربتها بعدا من اقدم الجمعيات. طبعا كاين جمعيه اخرى تاسست قبل منا ولكن بقات واحد المده طويله ما اشتغلاتش وعاد بدات من بعد ولكن اكبر جمعيه واكثر تواجدا في فروع كامله واللي عندها اكبر عدد المنخرطين واللي منذ البدايه خدمت فقط بالمرجعيه الكونيه لحقوق الانسان كانت واضحه عندها المرجعيه والمبادئ ديالها وكذلك الجمعيه اللي تبنت العمل الجماهيري وهذه مساله خاصه بالجمعيه لان منذ البدايه حنا اقتنعنا بان النضال الحقوقي خصو يكون النضال ديال الناس المعنيين في كل القرى في كل المدن ماشي واحد النضال ديال النخبه اللي كيصوبوا التقارير وكيصوبوا وكيتناقشوا مع الحكومه وكيمشيو للجناب الى غير ذلك. كنا اعتبرنا بان النضال الحقوقي خصو يكون مع اوسع الجماهير الشعبيه اللي هي مضروره من انتهاكات. دونك هذا التصور خاص بينا كجمعيه وعطانا واحد القوه واحد الحضور. المساله الثانيه سيكون التشبت ديالنا بالكونيه ديال حقوق الانسان جعلت المواقف بالجمعيه كتكون يعني منضبطه لهذه المرجعيه الكونيه. جو سوي امين عبد الحميد اكس بريزيدون de l'AMDH, président entre 2001 et 2007. Alors moi j'étais membre du Conseil national d'appui au mouvement du 20 février. J'étais membre de coordination de la ville de Rabat. Et l'association, l'AMDH, a joué un très grand rôle dans le mouvement du 20 février. Parce qu'il y avait beaucoup de jeunes de l'AMDH qui étaient, disons, des dirigeants du mouvement du 20 février. La première apparition des jeunes du mouvement du 20 février, c'était ici, à l'AMDH, dans le local, c'était le 17 février, 3 jours avant le mouvement. عضوة ديال اللجنة الإدارية بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان. حسيت بذاتي في وسط حركة 20 فبراير هذه أولا. ثانيا كانت بنتي واحدة من اللي بداو هذه الحركة ديال 20 فبراير. ثالثا 20 فبراير جات كتطالب بواحد المطالب اللي كل مغربي حر في هذه البلاد غيطالب بها. الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة. أمير القبابي، اسم أمير القبابي، طالب في المعهد العالي للمهن السمعي البصري، سلك الماستر تخصص مهن السمعي البصري أوتوفيزيال. علاقتي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان انخرطت خصوصا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في 2010، يعني عام قبل من الاحتجاجات ديال حركة 20 فبراير. خندوز للسؤال الرابع اللي هي مشاركة الجمعية في الحركة. مشاركة الجمعية في الحركة أصلا قبل ما نهضروا على حركة 20 فبراير، لأنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كانت قبل من حركة 20 فبراير، ودوزت سنوات من الاحتجاجات وسنوات من المشاركة كذلك والدعوة للمجموعة ديال المظاهرات، وكانت في قلب الحركة الاحتجاجية، لأنه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من أي حركة هنا في المغرب. وأول ندوة صحفية دارتها حركة 20 فبراير، يعني
قبل ما تسمى بهذا الاسم، لان هي ما تسمات بهذا الاسم حتى خرجت نهار 20 فبراير. مي اول ندوة صحفيه درتها علنيه وامام الصحافه خارج لي ريزو سوسيو سيتي ايسي في هذه القاعه، بان حرك بان الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان كانت من انشط الجمعيات في مجلس دعم حركه 20 فبراير، لان تشكل في مارس 2011 تشكل واحد المجلس فيه اكثر من 95 منظمه نقابيه وجمعويه ونسائيه وسياسيه اللي كتدعم الحركة ديال 20 فبراير وحركه 20 فبراير. الجمعيه كانت من انشط المنظمات. These protesters in Morocco's capital Rabat have been broken up by police once already. As a constitutional monarchy, Morocco has a popular king who's still viewed with deep respect by many in the country. Les gens descendent dans la rue pour exprimer leur souci. People are taking to the streets to express their concerns over revising the constitution and over the necessary struggle against corruption. This does not disturb us in the slightest. These are not taboo subjects. His Majesty is in a calm state of mind and will be continuing the process of reforms. De continuation du processus des réformes. Comment vous pouvez décrire Makhzen? Makhzen, daru عليه des études, des thèses de doctorat. Le concept de Makhzen, ma yani. ولكن اللي كيتعاملوا به الناس عادة، يعني الناس العاديين فاش كيتكلموا على المخزن، هي واحد السلطة اللي عندها سلطة اقتصادية وسياسية وكتحكم جميع الدواليب ديال الدولة ولا تحاسب. وكاين اللي كيشخصها في السلطه الملكيه، كاين اللي كيعتبر السلطه الملكيه غير جزء منها، ولكن كل المراكز ديال القرار خاصه القرار الامني والعسكري كيدخل في هذا الاطار ديال المخزن. وكذلك يعني ذوي النفوذ اللي مسمدين النفوذ من علاقتهم بالسلطه السياسيه، وكيستعملوا هذا النفوذ للحصول على امتيازات اقتصاديه وسياسيه وغيرها. في 2011 عاوتاني جات مرحلة ديال يعني واحد مد نضالي، واحد موازين القوى لصالح القوى المطالبة بالديمقراطية. عاوتاني جا ديك الدستور فيه بعض المسائل الإيجابية خاصة من جانب الحقوق والحريات، ولكن بعد عاوتاني فاش ترجعت حركة 20 فبراير وشفنا المنطقة كاملة فيها الحروب وهذا، الدولة عاوتاني نضال تستغل هاد الظرفية باش عاود يتراجع على داك الشيء. دابا ما كيطبقش حتى داك الشيء اللي داير في الدستور. دابور Avant la manifestation, le Makhzen a tout fait pour que les gens ne descendent pas dans la rue. Il a même, dans certaines télévisions proches de l'État, ils ont même menti et dit que les manifestations ont été reportées. Il n'y aura pas de manifestation du 20 février. Donc ça, deuxièmement, il y a eu pas mal de régions où il y a eu la répression contre les manifestants. C'est le cas de Al-Hussima, où il y a eu 5 morts à Al-Hussima. Et c'est le cas aussi de Sfro, où il y a eu quelqu'un qui a été tabassé devant tout le monde, et il a décédé 3 jours après. حد من التقارير ديال خصوصا التقارير السنويه اللي كتوضح والمصداقيه اللي عندها خصوصا عند الجمعيات، خصوصا عند الجمعيه العامه للامم المتحده ولا على المستوى الدولي، عندها مصداقيه الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، وانه كتفضح الخروقات والانتهاكات اللي كيمارسها المخزن في مجال الحقوق والحريات. دونك لا ريلاسيون اون نيتمون شونجي، سي ديفوني دي ريلاسيون دوستيليتي دو مخزن فيزافي دو لاي ام دي اتش. العلاقات تاع المخزن بعدا باعضاء لايم داش ولا لايم داش ما عمرها كانت علاقه مزيانه. يعني بالنسبه ليه كيخص الجمعيه ولا الاعضاء ديالها يقولوا داك الشيء اللي بغى هو، اللي هو كيتنافى مع ثقافه حقوق الانسان، كيتنافى مع حقوق الانسان بحد ذاتها. دونك وبما ان الجمعيه ما يمكن ليهاش تكذب، ما يمكن ليهاش تبع داك الشيء اللي تيقول، كان دائما الجمعيه هي ديك الشوكه اللي في الحلق ديالو، دونك ما تصرفاتش ليه. ومن ثم بقى القمع كيف كان واحد الفتره ديال من 2000 تقريبا حتى 2010 كانت شويه مرحوفه، ومن بعد عاد بدا القمع والحصار، وسيرتو من بعد 20 فبراير صافي ما حرمونا من كل شيء حوايج، من القاعات العموميه ما عندناش الحق فيها، المؤتمر بزز كنديروه، وصول الايداع ما كيعطيوهمش لينا، الفروع ما بغاوش يعطيوهم، ما نقدروش نحتجوا. المهم غاديين وكيخنقوا في الجمعيه لانها ما بغاتش تكون هي الصوت ديالهم الثاني. يعني الخروقات او الحصار
ديال الجمعيه بدا في البدايه بالقاعات العموميه فين ما نطلقوا النشاط شي قاعه عموميه ما كيعطيوناش. بدات الحمله في الصحافه لان اللي ما قلتش قبيله هو انه المخزن ولا داير واحد العديد المنابر الصحفيه ديالو اللي كتبان بحال الا منابر مستقله ولكن هي تابعه الاجهزه موله على الاجهزه. بدات حمله ديال يعني المس بالسمعه الجمعيه والمحاوله ديال المس بالمصداقيه ديالها. بدات ايضا الجانب الثاني هو وصلات الايداع لان الجمعيه عندها اكثر من 90 فرع في مختلف المدن المغربيه وكل فرع كيتحط الملف ديالو بحال شي جمعيه مستقله. دونك هاد الفروع تقريبا اغلبيه الساحقه ديالهم ما عندهمش ما بقاش السلطه باغا تعطيهم وصلات الايداع وكان بعضهم ما كتسلمش منهم حتى الملف ما كتاخذوش. ثم بدا واحد النوع ديال الحصار اخر هو الضغط على الشركاء. في البدايه خرجت واحد المذكره او سيركولار عطاتها للسفارات قالت لهم بان اي تمويل لاي جمعيه في المغرب خصو يدوز عن طريق وزاره الخارجيه خصو وزاره الخارجيه تعرفوا. ولكن من بعد بدات كتضغط مباشره على الشركاء ديال الجمعيه باش ما يبقاوش يشتغلوا مع الجمعيه والا غيخرجوا من المغرب. دونك كيفضلوا ما يشتغلوش مع الجمعيه ويبقاو في المغرب ويشتغلوا مع جمعيات اخرى. واللي اصر على انه يشتغل مع الجمعيه راه منعوه كاع من الدخول للمغرب. الامداش سي اون اورغانيزاسيون تري تري غراند اسوسياسيون ميم او سان دو موفمون دي دروا دو لوم ان افريك دون لو موند عرب. Et cette association, malgré toutes les restrictions, tous les interdits du Makhzen à l'égard de l'AMDH, elle continue à exister. Et non seulement elle continue à exister, même à avoir beaucoup d'influence dans la lutte pour les droits humains au Maroc. Et je pense qu'avec environ 10 000 militants, l'AMDH pourra tenir le coup et continuer à militer pour les droits humains au Maroc. We are here so that what we ask for is indeed put in place. We won't move from here until the current constitution is reformed, the government resigns and parliament is dissolved. Le 9 mars, le roi avait annoncé le 9 mars un changement de la constitution. في الاول كانت بحال بغى يبين على انه كيتفهم هاد الشباب وانهم حتى هما شباب وغاديين يلبيو المطالب ديال الشباب وبقاو بحال حاضرين ملاحظات كيشوفوا هاد الشباب فين كيتحرك كيتحرك فين كيمشي فين كيجي وما كيرصدوا هاد كيرصدوا التحركات ديال الشباب. من بعدها طوروا انهم الملك دار داك الخطاب ديالو اللي جمع فيه دوك المطالب كلهم وضمصها وما خرج منها والو. هذه كانت بالنسبه للشعب راه الملك تجاوب مع حركه 20 فبراير يعني واحد الفئه كبيره ديال الشعب العادي مابقاش كيخرج حيت بالنسبه ليه راه صافي الملك لبى المطالب ديال 20 فبراير الوغ هو كان التفاف على المطالب ديال 20 فبراير كانوا غير كيتلواو عليها وبينوا على ان الا المناضلين ولا الشباب اللي كان واعي اللي عرف على ان هذاك الخطاب راه ما جاب حتى حاجه من المطالب ديال 20 فبراير وبدا القمع. هو ما كانش يعني كان نداء موجه للجميع باش يحط المذكرات ديالو. حنا تناقشنا في الجمعيه وحنا اصلا فاش اعلن الملك في الخطاب ديال 9 مارس على المضامين ديال الدستور درنا بيان وقلنا بان اولا الدوله كتعترف بان الدستور اللي كان ديك الساعه اللي تغير من بعد ماشي ديمقراطي. حنا دائما كنا كنقول لهم الدستور غير ديمقراطي خصو يتبدل كيقولوا لنا لا نتوما غير كتبغوا ديروا السياسه وكتبغوا يعني تخلقوا المتاعب ما كان حتى شي مشكل في الدستور. من بعد ولاو كيعترفوا بان ديك الدستور فيه مشكل وخصو يتغير وقلنا بان كاين جوانب اللي جاوا في هذاك الخطاب اللي كيبينوا بان فعلا ما كانش فصل الصلاه وما كانش كذا ولكن قلنا بان رغم ذلك الخطاب اللي تقال ما كيحلش المشكل لان ما تكلمش على المشكل السلطه الملكيه اللي كتمركز السلطات لان هذا هو اللب ديال المشكل في الدستور المغربي. ومن بعد فاش علنوا على اللجنه
ايضا قلنا بان احنا هذا الاسلوب غير ديمقراطي لان احنا في الجمعيه من قبل يعني 2012 بكثر من 15 سنه وحنا كنطرحوا القضيه ديال الدستور. احنا ماشي جديده علينا، مش اول مره غنناقشوا الدستور حتى 2011. كنا دائما كنطالبوا بدستور ديمقراطي وكنوضعوا له شنو هي الشروط ديال الدستور الديمقراطي. الدستور الديمقراطي اللي فيه اولا الفصل السلطات، وفيه كل هيئه يعني كل سلطه تكون عندها كامل الصلاحيات ديالها، البرلمان، الحكومه، والقضاء. وكذلك فصل الدين عن الدوله، ما خصش يبقى الدين يعني منفصلش على الدوله. وكذلك انه يكون بني على قيام ديال حقوق الانسان، الحريه والمساواه والكرامه والتضامن والتسامح وغيرها من القيم الانسانيه. وكذلك يقرب المساواه التامه بين النساء والرجال في جميع المجالات بدون استثناء. وايضا ان هذا الدستور خصو يديروا واحد اللجنه منتخبه بشكل ديمقراطي، خاص المواطنين والمواطنات يعني الشعب المغربي هو اللي يختار شكون هي اللجنه اللي غادي تهيئ الدستور. من يتهيئ خصو يكون عليه واحد النقاش ديمقراطي في المجتمع كله والجميع يشارك فيه، ويتوج بانتخاب بتصويت ايضا ديمقراطي وحر باش كلشي يعبر على موقفه من الصيغه النهائيه اللي غتخرج ديال الدستور. حنا اعتبرنا بان هذه الشروط هذه حتى وحده فيها ما تحترمات، وبالتالي اعتبرنا بان هذا المسلسل ديال اعداد الدستور لا يعنينا، وحنا كنرفضوا انه نشاركوا فيه والا غنزكيو شي حوايج اللي حنا اصلا ضدها. هذا هو علاش حنا ما شاركناش في ديك سميتو. ولكن ملي بداو النقاشات في اطار هذا الاعداد تفتحات واحد العدد من النقاشات في التلفازه، حنا كتبنا لرئيس الحكومه ديك الساعه الوزير الاول اللي كان ديك الساعه، قلنا له بان العديد من الجمعيات اللي هي اقل بكثير واصغر بكثير وعندها اقل نشاط من الجمعيه، وتم استدعاء ديالها لهاد النقاشات في التلفازه في الوقت اللي الجمعيه اللي هذه اكثر من 15 سنه وهي كتناقش الدستور وكتطرح القضيه ديال الدستور وعندها موقف من هذا المسلسل كله، راه من حقها تكون في التلفازه وتطرح هذا الموقف ديالها من انها كترفض هذا المسلسل كما هو. حتى هذا رايي خصو يتعرض للتلفازه، ولكن طبعا ما عمرهم استدعونا باش نعبروا على هذا الراي. لهذا حنا ما شاركناش في هاد ما مشيناش لهاد اللجنه اللي تشكلت باش نوضعوا ليها المذكره ديالنا، ولكن خرجنا بيان فيه هذا الشيء كله واضح. Alors le mouvement du 20 février c'était le plus grand mouvement de masse qu'a connu le Maroc, le plus grand mouvement de masse pour la démocratie qu'a connu le Maroc depuis l'indépendance en 1956. Donc c'était un mouvement historique. Et donc pour nous, l'espoir, nous démocrates qui continuons à lutter pour la démocratie, l'espoir c'est que le mouvement du 20 février puisse continuer pour aboutir à la démocratie. انا بالنسبه لي المهم مازال ما تسالاش وما غاديش يتسالى، وانه ما بقاش بالشكل ديال غير السميه اللي كتبدل، ما بقاش داك الشكل ديال الشعب خرج في 20 فبراير ولا الشعب ثاني خارج في حراك الريف، كاين حراك جراده، زاكوره، بني ملال، وطات الحاج، يعني هاد المناطق كلها تينغير ايميدر. دونك بحال لو موفمون ديال 20 فبراير هرس واحد داك الجدار ديال الخوف، الشعب ما بقاش كيخاف ولا كيحتج مني ولا كيحتج كي ولا لو موفمون ماشي بهذاك الشكل وبهذيك السميه، كيتطور كيتبدل لحوايج اخرين اللي وصل بحال راه كيف كتشوفوا دابا الحراك الريف هذا اللي الدراري ديالو راه اكثر من عطاوهم احكام ديال 20 عام ديال الحبس حيت خرجوا في مسيرات سلميه، ما ماشي شي حاجه. ولكن بما ان المخزن ولا خايف من هاد الاحتجاجات وخايف من الناس اللي كتحتج على برا ولا كيعطيهم احكام قاسيه، فاللي شدو كيعطيهم احكام باش يخوفهم ويردعهم ويرجعهم لهذاك. ورغم ذلك الناس واخا خدات الاحكام واخا كيضربها واخا كيقتلوا الناس كاين اللي تقتلوا بحال عماد العتابي كاينين، وهكاك بقى الناس كتخرج بقى كتحج، يعني داك الجدار ديال الخوف ما بقاش. دونك لو موفمون غادي كيتطور وكيتبدل من موفمون واحد مجموع لبزاف ديال الموفمون في مناطق كثيره. جا حراك 20 فبراير واخا بان لنا بان ما بقاش حاضر في الساحه، ولكن التاثير ديالو باقي كاين في الساحه. انا ديما كنقول حركه 20 فبراير ما غيرتش المغرب ولكن غيرت المغاربه. واحد العديد ديال الشعارات اللي ما كناش كنعرفوهم قبل 20 فبراير دابا ولاو هما اللي حاضرين،
الا جي نشوفوا حتى التلامذ اللي خرجوا في العام اللي داز على ديك الساعه الصيفيه وهذوك التلامذ عندهم 16 عام 17 عام يعني كانوا اطفال صغار بزاف فاش في 2011 رغم ذلك الشعارات اللي رفعوا كنسمعوا فيهم الشعارات ديال 20 فبراير يعني هاد الشعارات دخلوا للاسر يعني هذوك الاطفال جابوهم من الاسر ديالهم هما ما كانوش في الشارع ديك الوقت اذا هاد الشعارات ديال 20 فبراير دخلوا لي فامي وتعلموهم الاطفال في يمكن في يوتيوب يمكن في سميتو ولكن 20 فبراير خلات التاثير اي حركه الان كنشوفوها لان الحركات ماشي فقط ديال الريف كاين حركات قطاعيه شوفوا مثلا المعركه اللي داروا الاساتذه المتعاقدين كبير بزاف يعني ديك النضالات طلبة الاطباء ديك الحركه اللي داروا الاضرابات اللي داروا غير مسبوقه الان الممرضين وهذا كانوا الاطباء كذلك كانوا يعني بزاف ديال الحركات كاينه في الشارع وغير وحتى رجال التعليم الاخرين يعني المسيرات كثيره داروهم النقابه ديال التعليم العمال الزراعيين عاملات زراعيات يعني دائما كاين حركات في المغرب ودائما كنلقاو عندك التاثير ديال 20 فبراير كنلقاو في الشعارات في طريقه التنظيم في واحد العديد ديال الامور اذا كنظن الحراك ديال 20 فبراير عطى التاثير ديالو في جميع الحركات وهاد يعني واش الناس اوبتيميست اكيد انه لان اللي ماشي اوبتيميست راه سد عليه في دارو وما كيخرج حتى يحتج يعني مادام الناس كتخرج تحتج الا وعندها امل فان ديك الاحتجاج غيغير الامور واكيد انه كيف كنقول واحد الشعار ما لا يتحقق بالنضال يتحقق بالمزيد من النضال ربما هاد الحركات هادي ما حققتش شي حاجه كثيره ولكن دائما كتغير شي شويه وكتغير شي شويه الامور اكيد يعني في المستقبل انا كنامن بها كنقول المستقبل في المغرب لحقوق الانسان وليس لاعداء حقوق الانسان مهما تجبروا مهما يعني كانوا دابا اقوياء وكيديروا الناس السجون وكيظلموا الناس يعني هادشي كله اللي دايرين ولكن اكيد يعني التغيير غيجي كنتمنوا فقط انه يجي بكلفه ما تكونش غاليه بزاف على الشعب ديالنا وعلى قوى التغيير يعني نحققوا الديمقراطيه اكيد الكلفه غتكون لان ما كاينش شي حاجه اللي كتجي بدون ثمن كاع الشعوب اللي حققت الديمقراطيه حققتها بتضحيات وحققتها يعني عطات من عندها ولكن كنتمنوا طبعا كذلك انه ما تكونش واحد الكلفه قويه جدا ولكن كل مناضل ما هو الا اوبتيميست ما يمكنش ما يكون اوبتيميست لان سينو ما يناضلش الامل هو اللي كيحرك المناضلين كيحرك الحركات الاحتجاجيه كلها وفي المستقبل زعما كان يعني متفائلين خصوصا في المستقبل لانه المغرب دابا على ايقاع صفيح ساخن خصوصا كاين واحد السخط اجتماعي اللي كيندير بانه راه احتجاجات وهبات احتجاجيه كاينه دابا خصوصا على المستوى الواقع المنطقه اللي كتعيش فيها المغرب خصوصا كاين احتجاجات في الجزائر كاين احتجاجات كانوا في احتجاجات في السودان وهذا كاين اذن باحتجاجيه للمغرب وهيكون احتجاجات في المغرب لانه المطالب كذلك اللي هزيناها في 20 فبراير باقي لحد الان خارجه والمطالب والاسباب اللي خلتنا اننا نخرجوا في 20 فبراير لا زالت قائمه وما زال كاينه وما غاديش انه نحبسوا من الاحتجاجات ديالنا حتى انه باش نحققوا الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه ونسقطوا الفساد والاستبداد نقطه اخيره رساله اخيره هو انه بالمخزن الا كان كيتوهم انه راه بهذا المنعدة والتضييق ديالو على جميع المغاربه حق الانسان القضاء انه يوقفها بالعكس هو هذا المنعدة والتضييق ما زاد الا انه اعطيها قوه اضافيه وقوه كذلك باش انه تزيد كذلك في النضال الحقوقي ديالها نصره للفقراء والمهمشين الزهر كناوي الكريه عاش الشعب غيقول لي واش غنسكتو على خلاد رباه ولا انا اللي خور جدودنا بجدوده وكلاه ما غيكفيكم معنا ترهيب ما غيكفيكم معنا قرطاس حالفين بربي ما غنتفاكو تقبضوا اللي فعم الراس ما جيتش للحس ولا نعيش جيت نعطيك القنبول لا ما قادش تحس بهضرتي يلا تنحى وزول شي كيخاف من هضرتنا وشي كيخاف من لساننا ما عارفيناش باللي مدبوحين والازمه اللي مهضرانا انا المقصح انا المدبوح انا المهضوم انا المواطن المغربي اللي عمقتو جرحو نتوم انا اللي بايعت وتباعت انا اللي طيقت وتخانيت انا اللي جبت الاستقلال وعمري بيه ما حسيت انا الام اللي مات ولادها في البحر يا ما بكيت انا الاب اللي رميتو في الحداده وبولادي ضحيت انا المواطن
المواطن المقهور انا الدرويش المحقور انا الموجز المضروب انا المتعاقد المنبوذ انا الموظف اللي رديته بالاقتطاعات مخنوق انا الحر انا الحر اللي مر القريه مشدود انا الريفي الريفي اللي كان حلم يزيان الريف انا الجبل اللي خليته قدامه غير الكيف yeah. بلا ما تسولني على الثروه شكون اللي كلا فينا المال شكون مستافد من جوج بحور ومقالي على الرمال شكون طاحن الفوسفات وكاسب كاع الشركات الكبرى شكون طاحن البلاد طحين وباقي كيقلب على الثروه صباح الخير الشريف راسي فينا ولا خريف لا كنا 40 مليون راه 30 جالسين معاك غير بالسيف كنامنوا بالله كنبغيو الوطن وكنموتوا على الشعب 2020 ما غيبقاش الفقر حيت كلشي غيهرب بسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفنيد ومن طوح لمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد بسم الشعب عاش الشعب وعاش اللي درويش يما راني ساخت كي بغيتيني ما ندويش غرقونا بالحشيش ودمروا حياتنا بالفنيد ومن طوح لمنا ولاد الكلاب باش نبقاو ليهم غير عبيد باغي والو من هاد البلاد باغي غنرتاح باغي التعادل وما ناكل وربحوا برباح قطعنا الياج من النجاح وبحينا بالصياح قاش اديونا وطلبونا نطلبوا منكم السماح جيت للدنيا لقيت والديا مفرشين كش على الدس وبوب تمارة مكرفص ومي كتجوع باش تدس وكبرنا بآتي والخبز ونهار المزوهر العدس لوبيو حمص